نايت مود او الموشن سنسورز يعني، لو حابين ان احنا نشغلها الول ستيشن هنا، ندخل على صفحة الهوم ونجيب صفحة المودز اللي هي كلها بيضة دي، لسه محطناش فيها صور، ونختار اول زرار. تمام كده المفروض النايت مود يشتغل معانا. اتحرك قدام السنسور ينور تاني النور زي ما كده. حابين نلغي المود نختار تاني زرار من هنا. تمام تاني زرار اللي هو حرك ده المود دلوقتي قدام السنسور مش هينور حاجة. في اوبشن هنا برضو ضفناه، لو حابين ان احنا نتحكم في الستاير كلها من هنا، تلات ستاير بتوعنا كلها اب وداون، لو حابين نتحكم فيهم كلهم مرة واحدة عن طريق اخر زرار، نفتح كله او نقفل كله. حبينا نفتح كله، كله بيفتح مع بعضه. نقدر نقفل كله من هنا.